السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحلقة جديدة من أعرف مستواك، ونستكمل باقي القطع الإملائية. ماشي؟ برضو هي نفسها طريق النور. القطع الإملائية وصلنا فيها لغاية الإيه؟ الكلمة دي. أنا هسيب لك السبورة اهيت واضحة قدامك اهيت عشان توقف الفيديو وتبدأ تعالج الأخطاء الإملائية بتاعتك، وتبعت لي على اليوتيوب لو سمحت كلمات صحيحة 100%. انا بعالج لك الاخطاء هنا وبنصحح الاخطاء وبنشرح الكلمات الصعبه والقواعد الاملائيه اللي موجوده في قلب الايه الحلقه، وبناخد املاء جديده. يبقى انت مش محتاج حاجه غير انك انت تنتظر لا تكتب الاملاء على اليوتيوب الا اذا كنت متاكد منها 100% ان هي كتابه صحيحه. طب لسه مفيش تاكد، انتظر لما نيجي نعيد القطع الإملائيه ونصحح الاخطاء اللي فيها عشان تقدر تكتبها لي كتابه صحيحه وتعرف اخطائك انت اخطات في دي ليه. نبدا بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. طريق النور، طريق النور، طريق النور. هذان الكلمتان مضاف ومضاف اليه، طريق النور المضاف والمضاف إليه. ركز معايا في النحو يا باشا. كلمة نكرة بعدها كلمة معرفة. طب هل كل الكلمات النكرة بعدها كلمات معرفة تبقى مضاف ومضاف إليه؟ لا طبعا، لكن أكثر الكلمات النكرة بعدها معرفة بتبقى مضاف إليه، أكثر الكلمات نسبة كبيرة جدا. تمام، هعرفها إزاي؟ أدي نكرة وأدي معرفة. يعني ايه نكره ومعرفه يا استاذ؟ يعني كلمه بدون الف ولام والكلمه اللي بعدها بدون ايه؟ بالف ولام. بس خد بالك ما تقوليش الف ولام يعني كلمه ايه، لازم تكون الكلمه اللي بدون الف ولام كلمه اسم وليست فعل. يعني ما تقولش ايه يذهب، يذهب النور، يذهب دي مضاف والنور مضاف اليه. لا طبعا، ده يذهب دي فعل. ركز معايا، يبقى لازم تكون الكلمه اللي بدون الف ولام هي اسم، واللي بألف ولام طبيعي هي اسم لأن فيها ألف ولام. تمام؟ طيب بيقول إيه بقى؟ ولك، نقرأ القطعة بقى. ولكن الطفل كان خفيف الروح. روحه خفيفة، واد كده ما شاء الله دمه خفيف كده وزي العسل. حاد الذكاء، ذكي جدا. بدأ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة التي كانت معروفة حين ذاك. ماشي؟ كانت معروفة حين ذاك. ولكن ركز، من دي من الكلمات التي بها حروف تنطق ولا تكتب. تنطق ولا تكتب؟ ايوه يا استاذ. ولكن اصلها ايه؟ ولكن، ولا هنا في الف. ولكن عارف كلمة هذا؟ فاكرها ولا نسيها؟ هذا فاكرها ولا نسيها؟ هذا، هذا دي مالها؟ فيها ألف برضو هنا ينطق ولا يكتب، هنا برضو في هنا ألف ينطق ولا يكتب. ولكن، ولكن ما أقولش ولكن، في ولكن آه في ولكن وبرضو ألف ينطق ولا يكتب. فيه لكن وفيه لكن، لكن ولكن. طيب ولكن، لكن نطق النون مرتين اتنين بس، بدأ نطقه بحرف النون ساكنا. ولكن، كن، ولكن ونطق النون مفتوحة بعده ن، يبقى هنا النون عليها شدة وفتح. طيب يا استاذ ده احنا بنشوف النون ساعات في الكلمه متكرره مرتين. ايوه تمام، بس لما تيجي بتتكرر مرتين ركز معايا هتلاقيك بتقراها ثلاث مرات. ازاي يا استاذ؟ هقول لك اهو زي كلمه ايه، نفس الكلام. ها
هشيل الواو بتاع الحرف الزائد دي. ها أه؟ لا لكن اهي لكن لكن نا لكننا لكننا اهي نطعنا النون ثلاث مرات يبقى تكتب مرتين. طب نطعنا النون مرتين اثنين، نطقنا النون مرتين اثنين زي ايه؟ يبقى تكتب مرة واحدة اذا بدأت بسكون. طيب هل ممكن اقرأ انطق الكلمة الحرف مرتين اثنين ويتكتب مرتين؟ ايوة. ازاي؟ ما يبدأش بسكون، لازم يبدأ بفتحة او كسرة او ضمة زي ايه؟ مررتو عديت يعني مررتو بطفل مثلا، مررتو ما رار ما رار تو. كتبت هنا الراء مرتين اثنين لان بدات بمفتوح بمتحرك، يعني المتحرك اللي هو الفتحه والكسره والضم. هنا كتبت مره واحده لان النون هنا بدات بسكون، الشده هو حرف النون الساكن، تمام؟ وبعد كده النون الثانية مفتوحة لأن هي شدة وفتحة، يعني نون ساكنة ونون مفتوحة. هنا كذلك كتبت مرتين اثنين رغم انها نطقت ثلاث مرات، لأن دي قرأت مرتين اثنين، مرة ساكنة ومرة مفتوحة والثانية مرة مفتوحة، تمام؟ طيب كان ولكن الطفل الطي نطق الألف ونطق الطاء، نطق الألف مفتوحة حبيبي مفتوحة، ونطق الحرف اللي بعد الالف المفتوح مرتين اثنين، يبقى الكلمة فيها لام واللام هنا لام شمسية، يعني تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق. عكس كلمة لكن، لكن فيها الف ينطق ولا يكتب، مكتبوش. اما اللام الشمسية تكتب لكن ما انطقهاش. ولكن الطفل كانت معروفة ان هي فيها مد بالالف، ماشي؟ خفيف خفيف اهو. هنا نطقت الخاء بحركه بسيطه قصيره خاء، في اما جت عند الفاء نطقتها بمد طويل خفيف، وجت الفاء الثانيه نطقتها برضه بمد قصير. المد الطويل اذا كان مكسورا ياتي بمد بالياء، الحرف اذا كان مكسور ومد مدا طويلا يبقى ياتي بعديه مد بالياء، الحرف إذا كان مضموم ومد مدا طويلا زي وجوه يبقى مد بالواو، الحرف إذا كان مفتوحا ومد مدا طويلا يبقى مد بالألف زي إيه؟ كان، تمام؟ خفيف الروح الراء، نطق لي برضه الألف ونطق لي الراء مرتين اثنين، أوعى تكتبها مرتين لأنه نطقت مرتين بس بدأت بسكون، بدأت بسكون هعرف ازاي يا استاذ؟ قال لي أر أهو أر، ونطق بعد كده الراء مفتوحة أر را أر، وقف عند الراء أر را، وهنا أط أهي أط، ونطق الطاء بعد كده مكسور أطي. ها عرفت ازاي بتنطق؟ طيب حادو نفس الكلام، الذكاء الذا ركز معي، الذاء من الحروف اللثوية. يعني ايه حروف لثوية؟ يعني بحط طرف لساني بين اسناني وانا بنطق الحرف ده الذاء، غير كلمة الزاء، الزاء دي لساني جوه فمي، الزاء زي كلمة الزرافة، ماشي؟ خلاص؟ انما دي ايه؟ الذاء ذا، يبقى لما اقول لي الذاء تعرف ان هي عاملة زي الدال اللي على نقطة، دال بس عليها ايه نقطة، يبقى دي ذا، الحروف اللثوية ثلاث أحرف، ثلاث أحرف، الذاء والثاء، الثاء اللي هي زي التاء وعليها ثلاث نقط، والثاء والظاء، الظاء اللي هي عاملة زي الطاء وقدامها نقطة، تمام؟ الذكاء كاء مد بالألف، الذكاء الذكاء آخرها أ دي يعني إيه يا أستاذ؟ ألف يا حبيبي، يعني همزة همزة، او همزة، اي همزة، بس الهمزة بقى بتكتب على ايه؟
خد بالك ما فيش حاجه اسمها الف، لا ده همزه على الف وهمزه على واو وهمزه على ياء، يعني بدايه الحروف الهجائيه الهمزه وليست الالف. ركز بقى في الحته دي، بدايه الحروف الهجائيه الهمزه وليست الالف. طب تمام. الذكاء ليه كتبت الهمزه على السطر؟ اولا لان هي في نهايه الكلمه متطرفه. طب ما ممكن متطرفه يا استاذ وتكتب على الف، صح. طب ليه كتبت دي على السطر؟ لان قبلها الف مد، قبلها حرف ساكن ما ينفعش تكتب فوقه، وما ينفعش تكتب فوق الواو لان هي مش مضمومه، ولا ينفع تكتب على نبره لان هي انتهت الكلمه. يبقى الذكاء كتبت على السطر ليه؟ لانها قبلها حرف ساكن اللي هو المد، مد بالالف. ها، وبدأ. هنا بقى الهمزه كتبت على الف ليه؟ لان هي مفتوحه. طب ما انا كان ممكن اقول الذكاء. طب ما هي لو دي تبقى مفتوحه يا استاذ تكتب على الف؟ لا، تكتب برضو على السطر. ليه يا استاذ؟ عشان قبلها الف مد، قبلها سكون حبيبي، قبلها سكون، وهي متطرفه في نهايه الكلمه. الهمزه المتطرفه التي تاتي في نهايه الكلمه اذا سبقها مد بالالف تكتب على السطر، زي مساء، رجاء، هناء، دعاء، وفاء. خلاص تمام. وبدأ هنا كتبت على الف ليه؟ رغم ان هي برضه في النهايه، لان هي مفتوحه وما قبلها مفتوح، ما فيش قبلها الف مد بقى. تمام، كتبت على الف. بدأ يتعلم. يتعلم دي فعل مضارع، لسه بيتعلم. طيب يتعلم. طيب، طب لو خليتها في الماضي تعلم، تعلم، ماشي. طيب، طب في الامر تعلم. ركز، الفعل المضارع ينتهي بضمه، يتعلم. كل فعل مضارع ينتهي بضمه، كل فعل مضارع ينتهي بضمه اذا لم يسبقه اداه نصب او اداه جزم اللي احنا هناخدها فيما بعد ان شاء الله. يتعلم. طيب لو في الماضي تعلم، لا اسف، تعلم، تعلم في الماضي، يبقى الفعل نهايته فتحه. طيب، طب في الامر تعلم، تنتهي الفعل بالسكون، بحركه السكون على اخره. يتعلم القراءة، نفس الكلمة اهو، بس يا استاذ دي مش ايه؟ مش في نهاية الكلمة، لا حبيبي في نهاية الكلمة. تاء التأنيس ليست من أصل الكلمة، زي الألف واللام، الألف واللام بتدخل على الكلمة للتعريف. لما يقول لي شاهدت قميصاً، قميص، أنا شفت قميص. طيب، هل هو حدد لي بقى القميص ده؟ صغير؟ كبير؟ طب قصير؟ ضيق، واسع، ازرق، احمر، اخضر، ما حددوش، هو شاف قميص. انما لو قلت شاهدت القميص يبقى اللي انت كنت تقصده، ايوه انا شفت القميص اللي انت كنت بتتكلم عنه، شاهدته، يبقى ده معرفه. يبقى الكلمه المعرفه تبدا بالف ولام، يبقى الالف واللام بتوضع مع الكلمه النكره حتى تكون معرفه فقط. يبقى الالف واللام ليست من اصل الكلمه، وتاء التانيث اصلا ليست من اصل الكلمه، يبقى اصل الكلمه قراءه، قراءه، مد بالالف واخرها همزه، يبقى الهمزه على السطر. والكتابه وال، شوف خد بالك بقى من الحرف الزائد وال، ما قلتش والكتابه، لا قلت ايه؟ وال، نطقت الواو، الواو من الحروف الزائده، حروف زائده ايه؟ الواو والفاء والكاف والباء واللام واللام، شرط الواو مفتوحة والفاء مفتوحة والكاف مفتوحة والباء مكسورة واللام مكسورة واللام مكسورة. يعني يا أستاذ؟ يعني لابد أن تأتي الواو مفتوحة، وإذا أتت الواو مفتوحة في بداية الكلمة احتمال كبير تكون زائدة. ألا ممكن ما تكونش زائدة؟ آه ممكن تكون من أصل الكلمة. طب هعرفها إزاي؟ لو حذفت الواو، ما الحرف الزائد يحذف وما يأثرش على الكلمة، لو حذفت الواو وما أثرتش على الكلمة يبقى هي حرف زائد. طب لو حذفتها وبوظت لي الكلمة زي كلمة إيه؟ وجه، 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 شلت الواو
ها ما تقرأش الكلمة خالص. ليه؟ قال لي أنا قلت ليه وج الجيم عليها سكون، لو شلت الواو لا يمكن أن تبدأ الكلمة بحرف ساكن. بنشوف يا أستاذ في القرآن، أيوة يا حبيبي، كلمات القرآن وضعت بهذا الشكل لمعاني معينة، كتبت بهذا الشكل لمعنى للكلمة. الكلمة هنا لها معنى، لها معنى وليست إملائية، لا، إنما هي معنوية لها معاني. زي كلمة رأى في القرآن، وإحنا قلنا قبل كده رأى في القرآن ذكرت 13 مرة، 13 مرة، 13 مرة، منهم 11، منهم 11 مرة، 11 مرة مالهم بقى؟ كتبت بهذا الشكل. ركز، رأى، ها، ولو احنا قرأناها بقراءة إملائية نقول عليها ايه؟ راء، وهي في القرآن راء. طيب، وذكرت بهذا الشكل مرتين اثنين. دي في القرآن اسمها راء، ودي في القرآن اسمها راء. كلمات القرآن مختلفة حبيب قلبي، لأن كلمات القرآن لها معاني. كلمة راء هنا وراء هنا، في هنا رؤية عين بصر ورؤية بصيرة، رؤية بصر ورؤية ايه؟ بصيرة. الكفيف، عافانا الله وعافاكم يا رب العالمين وشفاه الله، الكفيف يذهب الى المسجد في الظلام بدون مساعد وعارف الطريق. شاف؟ لا. امال عرف ازاي؟ هذه هي الرؤية البصيرة، رؤية البصيرة القلب. وصلك؟ مش عايزين ندخل في الايه، في الحاجات دي. والكتابة، يبقى الواو حرف زائد، قلت وال، طالما نطق الحرف الزائد وبعد منه حرف ساكن، يبقى في هنا الف اللي هو ايه؟ الحرف الزائد يحذف الالف نطقا، بس لما اجي اكتب اكتب الحرف الزائد واكتب بعديه الف على طول. والكتابة، والكتابة، التاء هنا تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة؟ طالما المعلم ذكر كلمة تاء، تاء، يبقى حاجة من الاتنين، يا مفتوحة يا مربوطة. طب هعرفها ازاي؟ شيل التاء حط هاء ساكنة، ساكنة بشرط تكون سكون، يبقى الكتابة. ما تأثرتش الكلمة، هي نفسها، الكتابة هي الكتابة، المدرسة هي المدرسة، الحديقة هي الحديقة. إذا وضعت الهاء مكان التاء ولم تتغير الكلمة يبقى هي أصلا تاء مربوط، تمام؟ والكتابة. عن طريق، عن حرف جر طريق، اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. الحروف البارزة التي، التي، ألا، هنا التي، التي، والذي، والذين، ركز معايا، هنا بقى فيهم حروف تنطق ولا تكتب. حرف اللام هنا بقى، هنا حرف اللام محذوف، ينطق فقط ولا يكتب، زي حرف الألف هنا ينطق ولا يكتب. ماشي؟ التي كانت معروفة، معروفة، كانت، أهي كانت. المعلم نطق حرف الكلمة كانت آخرها تاء، شيل التاء وحط هاء. التي كان معروفة، كان معروفة، كان معروفة، لا طبعا. وخد بالك، كان يكون، كن، لا ده فعل، والفعل اذا انتهى بتاء تبقى تاء مفتوحة وليست تاء مربوطة. ركز والله، اهدى كده، القراءة والكتابة مش عايز اقسم لك بالله ان هي اسهل ما يكون، بس تأنى واصبر واهدى شوية كده، ما تستعجلش امورك، بقالك سنين ما تعلمتش، ادي لنفسك مهلة شهرين ثلاثة أربعة هتتعلم وتبقى ممتاز جدا. طب ما أنت بقالك سنين قاعد ما تعلمتش، يبقى لما تيجي تتعلم اهدأ قليلا وركز. والحلقات حبيب قلبي اللي بيسمع، لو سمحت اللي بيسمع حلقات من سلسلة من حقي أتعلم، لو سمحت يعيد الكلمة مرة واثنين وثلاثة ويكتبها مرة واثنين وثلاثة، وهنا برضه في أعرف مستواك يكتب هذه، تكتب هذه القطعة بالحركات وفي الصفحة المقابلة لها بدون حركات،
عشان تعرف تقرأ، ولما تيجي تقرأ اقرأها من الصفحة اللي بدون حركات. طيب التي كانت معروفة حين ذاك. طيب كده تقريبا احنا قدرنا نفسر كل القواعد الإملائية اللي موجودة في هذه القطعة. ماشي، نستكمل باقي القطعة الإملائية. برضو في نص السطر كده طريق النور من أول السطر، وكان ارتفاع كل منها عن سطح، شوف سطح، سطح الورق 3، ما حدش يكتب لي 3 بوصات. بوصات 3 بوصات يعني حوالي 7 سنتي كده، واتنين من عشرة او 3 من 10. وعرضها لا يقل عن بوصتين. بوصتين هو ايه اللي بقى 3 بوصات وبوصتين؟ عرض الحرف الواحد، ما هو بقى كفيف، اصبح كفيفا بيقرأ ويكتب عن طريق الحروف البارزة. فكان يحط الحرف كده، يحط ايده عليه كده، يعرف الحرف ده الف، ده باء، ده تاء. فكان الحرف ارتفاعه طوله يعني حوالي 7 سنتي وعرضه حوالي 5 سنتي. ماشي، نكمل نستكمل. على أن هذه الطريقة لم تشبع رغبة الغلام الطموح إذ أن ضخامة الحروف المستعملة فيها كانت تحول دون الانتفاع بها ناخد الإملاء تاني. طريق النور في نص السطر من أول السطر، وكان ارتفاع كل منها عن سطح الورق 3 بوصات وعرضها لا يقل
عن بوصتين على أن هذه الطريقة لم تشبع رغبة الغلام الطموح، إذ أن ضخامة الحروف المستعملة فيها كانت تحول دون الانتفاع بها. نكتفي بهذا القدر. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد 00-2010-211-69941. ولقاء اخر نترككم في رعاية الله ومنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.